طيب الصينيه بقى الجديده اللي هعملها هي بطاطس المهروسه باللحمه. عندي بطاطس مسلوقه ومهروسه، لحمه معصجه هي هي، جبنه موتزاريلا، جبنه رومي، حته زبده، ثوم، كمون، وملح وفلفل. هعمل ايه؟ هاخد كده اجيب البطاطس المسلوقه اللي انا سلقتها وقشرتها وهرستها او عملتها بمبشره، ماشي، ونبدا نطعمها. هطعمها بمعلقه ثوم كبيره، دي حوالي يقولي كده كيلو بطاطس، كيلو بطاطس سلقتها وهرستها، ثوم مفروم معلقه كبيره، معلقه كبيره من الزبده، رشه كمون وملح وفلفل، نص معلقه فلفل بس، ومعلقه الا ربع حوالي من الملح، واهرسهم مع بعض كده كويس قوي. الايه الصينيه دي برضو دهناها بالزبده ورشه فيها بقسماط ناعم، وهاخد نص كميه بتاعه البطاطس كده. وافردها، احط بقى لحمه معصجه، شوفوا كيلو اللحمه انا عامل معايا قد ايه حاجات، وابدا احط عليها البطاطس كده، افرد على ايدي عشان طبعا مش هعرف ان انا احطها وافردها زي ما عملت فيها من الصينيه من تحت. ابدا افردها كده وارص كده، اقسمها كده، دي بقى مكعباتها مش كبيره، ما وصلش دايما وانا بقطع لاخر الصينيه تحت. احط بقى عليها ايه؟ جبنه رومي، جبنه موزاريلا على الوش، طبعا كده من الجبنه الرومي مش كتيره، حاجه بسيطه، والموزاريلا برضو معلقتين ثلاثه مش كتير،